قال أضياء رشوان نقيب الصحفيين والمرشح لدورة جديدة في انتخابات التجديد النصفي المقرر لها 5 مارس المقبل إن جائحة كورونا أثرت على مجلس النقابة، مضيفا أن النقابة أنفقت على مشروع العلاج 25 مليون جنيه منذ انطلاق جائحة كورونا. وخلال مؤتمر صحفي وجه نقيب الصحفيين شكره لوزيرة الصحة هالة زايد ولرئيس جامعة القاهرة محمد الخشت، وأشار إلى أن النقابة نجحت في حل مشكلة أرض النقابة بالأسكندرية بعد تسديد نحو 5 ملايين جنيه. أرض اسكندرية احنا الحقيقة كان مهددين بقرار، مش احنا بس، أي نقابة مهنية موجودة هناك مهددة. الديون اللي علينا تجاوزت 49 مليون جنيه. هذه الأرض مش ملكية، ده حق انتفاع. حق انتفاع لأنه لا يجوز حد التملك على البحر. السيد محافظ اسكندرية مشكورا وأنا بكرر شكري ليه، خد قرار ب 50% خصم لكل النقابات. كام دافعين؟ اكتشفنا ان احنا دافعين من حوالي 40 سنة دفعنا 1,300,000 جنيه فقط. في 40 سنة. خلال 40 سنة لم ندفع أكثر من 1,300,000 جنيه. القرار كان انه إذا ما دفعناش ربع المبلغ المتبقي علينا اللي هو حوالي 22 مليون جنيه وشوية، مجلس الوزراء هياخد قرار بإلغاء التخصيص والفلوس هندفعها برضه، يعني الفلوس مش هتروح، دي ديون. ذهبنا للسيد محافظ الإسكندرية والتقيت معاه ومعايا الأستاذ محمد شبانة السكرتير العام والأستاذ فكري عبد السلام رئيس النقابة الفرعية في الإسكندرية، وكان لقاء مثمر للغاية. مش مثمر بس في مراجعة الفوائد والرسوم المقررة، هي بتراجع الآن عشان نشوف يعني حصيلة النهائية كام، ولا إن احنا دفعنا بالفعل، وده كنت خدت قرار من المجلس بيه قبل ذهابي الإسكندرية، دفعنا 5.5 مليون جنيه تم سدادها بالفعل. حضراتكم احسبوا 5.5 مليون جنيه في خلال شهر وحوالي 1.3 مليون في 40 سنة.